إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا الله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ازيكم يا اخواتي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض كفتة الرز بطريقة يعني شوية مختلفة. كفتة الرز من الحاجات الموفرة اللي احنا بنحب نعملها باستمرار. معايا هنا مقدار محترم كده من الخضرة المشكلة، البقدونس والشبت، وحتى حط شوية نعناع والكزبرة، ومعايا 4 بصلات متوسطين الحجم، وكمان معايا قرن فلفل حامي، وده اختياري حسب الرغبه. وهنضرب كل، ممكن تحطي كمان فصين ثوم، وهنضرب كله مع بعض في الكبه كويس جدا جدا. زي ما انتم شايفين كده ضربت كويس جدا المقدار بتاع الخضره مع بعضها. وهنا بجيب كيسين من بهارات الكفته بتاعت كنور او فاين فودز، بحطهم في البوله. الكيس الواحد بيقضي نص كيلو. انا هعمل جزء هستخدمه وجزء هفرزه ان شاء الله. ومعايا هنا دي الرز، هاخد منه 2 كوباية واحطهم هنا في البوله. يبقى انا هنا عندي 2 كيسين من بهارات الكفته بتاعت كنور، و2 كوباية من دي الرز، ده بنشتريه من عند اي عطار. وهنا الخضره المطحونه، وهنقلب كله مع بعض. وطبعا معانا اللحمه الايه المفرومه، وهنقلب كله مع بعض. هنعجنهم كويس جدا وارجع لكم تاني بعد الفاصل. هنا يا جماعه انا خلطت بس الكوبايتين دي رز على الخضره اللي كانت معانا على البهارات. شايفين ما شاء الله البوله يعني تلات، يعني نقول تلتينها اتملى، فقد هي مواصفه مفيده ومؤثره في نفس الوقت. ده شكلها بعد ما اتعجنت كويس جدا مع بعضها. اهم حاجه ان احنا نتاكد ان احنا دخلنا الخليط الاولاني مع اللحمه علشان كله يبقى طعمه بعض ان شاء الله. وهنشوف هنكمل ازاي. جبت يا جماعه بقى عندي صينيه غير قابله للصق ودهنت، او اي صينيه عندك، وبتدهنيها زيت، وبعدين بتقطعي عليها شرايح بطاطس كده. وبعدين بجيب انا هنا عشان اسهل على نفسي عمليه فرد الكفته، فجبت هنا كيس نايلون زي ما انتم شايفين كده، وفتحته وهاخد عليه الكفته وافردها واوريكم هعملها ازاي. جماعه انا بعمل ايه؟ بجيب هنا القطعه من الكفته، يعني السون كده انت بتتحكمي فيه حسب الرغبه. وبجيب كوبايه عندي، اي كوبايه عندك انت بتختاريها، وببتدي ان انا اقطع بالكوبايه. زي ما انتم شايفين انا خلصت الصاج اهو، دول 12 قطعه كفته بس دبل، يعني تقدري تقولي عليها ان هي بمقام 24 قطعه، لان انا هنا عندي في البيت بيحبوها تكون سميكه كده ومحمله. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هغطي الصينيه بالفويل، ودي خطوه مهمه جدا جدا في التسويه، وهدخلها على الفرن. ما تسيبيهاش تتحرق. الكفته بيبقى طعمها لذيذ جدا لما بتبقى طريه، فبتخليها الفرن على حسب درجه الحراره بتاعتك لحد ما تمام السوا، وبعدين بتقدميها على الاكل بتبقى هايله جدا. بس انا بقول خدي بالك عشان ما تحرقش منك، والبطاطس برضو هتاخد طعم الكفته، هيبقى طعمها جميل جدا. وان شاء الله الوصفه تعجبكم. وبقيه الكم بقى، بصوا ما شاء الله انا لسه عندي كميه ما شاء الله نص الكميه تقريبا، هخزنها هنا في اي حاجه عندك انت تختاريها. دي انا عندي الاناء ده، انا دهناه زيت، هبتدي ان انا ارص عليه قطع الكفته، واحط بقى بين كل يعني ايه طبقة وطبقة كيس نايلون مدهون برضو بالزيت، وهدخلها الفريزر، بطلعها في اي وقت اعملها في اي يوم انت تعبانة فيه او عايزة تخلصي الغدا بسرعة، يبقى عندك وجبة جاهزة انت عارفة انت عاملها ازاي. ممكن تقليها للولاد على الطاسة وتعمليها سندوتشات تبقى كأنها برجر، وتعملي بجنبها بطاطس محمرة او بطاطس بالثوم. كنا عملناها قبل كده على القناة، وكنا عملنا كمان اكتر من وصفة للبطاطس المحمرة اللي في الفرن، تقدري تعمليها في الفرن وتطلع برضو نتيجتها جميله جدا زي تقريبا اللي بنقليها في الزيت، بس كميه زيت قليله. ان شاء الله اكتبي اي حاجه انت عاوزاها، اي وصفه انت عاوزاها اكتبيها في البحث في اليوتيوب، واكتبي جنبيها مدرسه تيوب، هتظهر لك على طول باذن الله الفيديوهات بتاعتنا.
اشكركم جدا على حسن المشاهده، وان شاء الله اوريكم شكلها بعد السوى. منظرها النهائي بعد ما خلصت ما شاء الله استوت، وزي ما انتم شايفين كده انا حطيت معلقه كده صغيره على البطاطس زي ما انتم شايفين كده في الفيديو، على طول نزلت المعلقه، ده دليل ان البطاطس استوت معايا والكفته استوت بقت زي الفل. وبفكر الكل ان انا كنت مغطيها بورق فويل، خدت حوالي نص ساعه في الفرن او 25 دقيقه. اول 10 دقايق كانت على نار عاليه، وبعدين هديت النار خالص علشان يعني تستوي من غير ما البطاطس معايا تتحرق ولا الكفته تنشف. فطبعا زي ما انتم شايفين كده البخار لسه طالع منها. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. اتمنى لو عجبتكم الحلقه تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعيل الجرس. اشكركم جدا على حسن المشاهده والاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، واستغفرك واتوب اليك. وانا سايبه الورق الفويل عشان افكر الجميع ان انا كنت مغلفاها بورق فويل، عشان دي خطوه مهمه جدا في التسويه وبتقلل معايا كميه الدهون اللي انا بستخدمها في سوى الكفته. اشكركم جدا مره تانية، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.